باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أول شهوة كلمنا عنها شهوة الخدمة، يبقى اللي بيشتهي الخدمة بدافع الحب يبخته بقى إنسان روحاني، لأنه بيشتهي التعب، بيشتهي التضحية، مش بيشتهي حاجة وحش، مش فارق معاه يبقى رئيس، مش فارق معاه يبقى معروف، هو عاوز يتعب عشان يريح ولاد ربنا. في شهوة روحية أخرى يعني يحركها روح الله، هي شهوة السماء. شهوة السماء يعني إيه؟ دي النص اللي أنتوا المفروض تحفظوه بقى بعد الغداء، اللي في ظهر البامفلت، اللي بولس فيها بيحكي حكايته وهو مسجون. بيقول أنا بقى عندي اختيارين، أعيش ولا موت. هو أنت بتختار؟ قال ما أصل أنا ربنا بيسمع لي يعني، فلو قلت له أجي السماء يقول لي خلاص تعال خليني شوية، هيقول لي خليك، فهيكون هو في السجن ومستني المحكمة. فبيقول أنا محصور بين حاجتين، لما تبصوا للنص اللي في ظهر البامفلت قال إني محصور، يعني زي مزنوق كده، يعني إني محصور من الاتنين. إيه الاتنين؟ الاتنين يعني أروح السماء ولا أقعد على الأرض. فقال لو سبتوني على شهوتي على هواي أنا إيه ليا اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. والمفروض كلنا يبقى عندنا دي، يعني إيه؟ حاجتين ربطينك، حاجة بتشدك للسماء نفسك تروح للمسيح تتمتع به، وحاجة بتشدك للأرض ها الخدمة. فهمتوا الفكرة ماشية إزاي؟ المسيحي حاجتين بيشدوه، والحاجتين أحلى من بعض، الحاجتين حلوين. اللي يشده للسماء حبه للمسيح، كفايه رب دنيا عاوز اشوفك وعاوز اعيش معك للابد. طب اللي يخليك في الارض عشان ليه رساله، ليه رساله، لسه في ناس مستفيده من وجودي، ليه خدمه بعملها. فاهمين الفكره؟ يبقى المسيح الحقيقي الروحاني ادي اللي بيمزعوه، وطبعا الاثنين احلى من بعض، فما فيش تعب نفسي يعني، مش مشدود عشان ورا عيال، لا العيال دول عيال ربنا. احكي لكم مره، كان عندي خادمه زمان راحت السماء وكان عندها كانسر وهي في اول الاربعينات من عمرها، فسايبه اطفال، فبزورها اخر مره في المستشفى قبل ما تروح السماء، فلقيت ايمانها قوي وبقول لها انت خايفه؟ قالت لي خايفه ليه؟ ما انا عارفه ان انا رايحه للمسيح، انا مستنيه ده من بدري، يعني مش عاوزه تعيشي تاني. قالت لي لا اعيش ليه؟ قلت لها وعيالك، عندها ولد وبنت في مدارس. قالت لي عيالي عياله، هياخدني بدري يبقى هو ابوهم ومسؤول عنهم، وانا فرحانه بكده، اكيد هيتربوا احسن من لو انا موجوده. اذا ربنا ارشدها ان خلاص كفايه عليكي والباقي علي. وفعلا عيالها النهارده كبروا واتجوزوا، حاجه حلوه. بس انا بتفكر بقول ايه الشطاره دي، دي ام وعيالها صغيرين، ومع كده غلبت حبها في الدنيا، شهوة السماء أقوى، ومش مكروبة وبتقول كفاية لأني موجوعة، لا ما كانش موضوع وجع، هي فرحانة أنها تروح للمسيح. لكن إن كان حاجة واحدة بتربطها بالأرض هي رسالتها في الحياة، ده أجمل شكل لينا يا حبايب. لو الواحد فينا بقى يقول له رب نفسي أجيلك، بس لو هتسيبني يومين استفيد مني، خليني أخدم حد، خليني أرجع لك ناس، خليني أفرحك بناس تعبانة يرتاحوا فيك، فيبقى الحياة معنا. عشان كده ساعتها بيقول قبلها ايه؟ ليا الحياة هي المسيح وايه؟ والموت ربح. فهمتوا الآية؟ يعني عايش هنا يبقى المسيح الكل في الكل، هخلص هنا يا سلام في أحلى من كده، يبقى المسيح نفسه أنا بقيت في حضنه للأبد. فلي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل حتى من الخدمة، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. يبقى إيه؟ لو أنا هقعد يبقى لي لزوم، لزومي بس الناس، لزومي رسالتي، مفيش أي لازمة للعيش على الأرض إلا رسالتك في الحياة اللي هي خدمتك، اللي هي خلاص الناس، اللي هي تغيير الناس للأفضل، أدي رسالتك في الحياة. فتبقى دايما انت محصور بين الاتنين دول، وانت بتصلي وفرحان امتى اجي السما، وبعدين تخلص الصلاة ورانا ايه نعمله؟ مش اكل وشرب وفلوس، لا لا، ورانا ناس نكسبهم للسما. ادي الشهوات الروحية.
شهوة سماوية وشهوة روحانية على الأرض هي تحقيق الملكوت على الأرض. فيبقى بالنسبة لك إن عشنا للرب نعيش وإيه، وإن متنا للرب نموت، إن عشنا إن متنا ما بقتش فرقة، محصلة بعض كله جميل. عايشين نخدم، مشينا هنسبح للأبد في السماء. شهوة السماء دي في ناس بتلخبط فيها، بتفتكر إنه كل واحد بيقول في سره يا رب خدني عنده شهوة السماء. أغلب اللي بيقولوا يا رب خدني ما عندهمش شهوة السماء. لا، يا رب خدني دي شهوة أرضية بقى، شهوة جسدية. ليه؟ من القرف، من نكد، فدي ملهاش علاقة بشهوة روحية. الأسبوع اللي فات كان عندنا واحد غاوي يقول يا رب خدني، اللي هو مين؟ يونان النبي. بس ما كانتش شهوة روحية، عشان كده ربنا ما سمعلوش، لأنه لو كان سمع له كان خده على حتة وحش. في يونان 4 تلاحظوا أن يونان قفش وتعكر لما لقى بتوع نينوى تابوا، فمن غيظه قال يا رب خدني. إذن دي مش شهوة روحية. الشهوة الروحية تطلع من نفسية هادية، ما تطلعش من واحد متغاظ أبدا. لكن لما لقى نينوى تابوا وهو مش بيحبهم وكان محبب عليه يشوفهم بيتحرقوا فاتغاظ، ومن غيظه قال له يا رب خدني، أنا موتي خير من حياتي. في اللحظة دي موته خير من حياته؟ لا، ده غير بولس خالص اللي قال ذاك أفضل جدا. فعلا موته خير من حياته، لأنه ده رايح على السماء حتف مكان كبير. لكن هنا يونان مش موته خير من حياته، لأنه مش في حالة حب، مش في حالة خدمة. فاهمين ازاي؟ يا بخت الخادم اللي بيسيب الأرض وهو بيخدم، يا بخت الخادم اللي حياته كلها خدمة، يوم ما يغمض عينيه البديل التاني ملوش تالت، هو السماء، لأنه عاش حياته يخدم ربنا. يقوم ربنا ما يرضاش يسمع الصلاة، يعمل ايه؟ يعالج الغيظ، يعالج الدافع الغلط، يقول له يا ابني أنا أولادي ما يدخلوش السماء بالنفسية دي، أنا اللي يجي لي السماء يجي لي مبسوط، مش يجي لي مكروب، مش يجي لي مخنوق. لا، أنا هاخدك في الآخر، بس يوم ما أسمح لك تموت لازم تكون غير كده، فأنا هعالجك، لسه هعالجك روحيا، مش مهم علاجك الجسدي ده خالص. فعمل ايه؟ ربنا طلع له يقطينة وضلل عليه ففش شوية، هدي وما بقاش عصبي زي الأول. وبعدين ايه؟ عمل له ريح شديدة تاني، قام اليونان وقع تاني في نفس اتغص تاني وقال ايه؟ موتي خير من حياتي، طلب لنفسه الموت. وبعدين فيك بقى، هو انت كل ما تقفش تقول يا رب خدني؟ فيكوا ناس كده على فكرة، كل ما الرجل يزعق تلاقي الست تقول يا رب خدني، كل ما الولد مش عارف يعمل ايه تقول يا رب خدني. ده لو ربنا سمعنا ده كانت تبقى حوسه، تبقى مصيبه. ده ربنا بيستر، لانه لو خد على كلامنا كانت تبقى مصيبه بجد. وعلى فكره دي مش تاني مره، ده دي تالت مره. عارفين اول مره في يونان كانت امتى؟ لما كان في المركب واكتشفوا ان هو العامل العامله، قالوا له نعمل ايه؟ قال لهم ايه؟ ارموني في البحر. يعني برضو يا رب خدني، بس برضو مش حب، مش توبه. إذن في شخصيات زي يونان قريب ليها فكر الموت بس هرب. دي مش الشهوة، الشهوة الروحية مش هربان من الأرض، لا لا، فرحان بالسماء، تفرق كتير قوي. شهوة السماء شوق حقيقي جوه القلب، نفسي أشوفك بعناية يا رب، نفسي تاخدني في حضنك بجد، نفسي الأرض دي تختفي من قدامي وأشوف الملائكة وأفضل معاهم إلى الأبد. اشتياق بجد ملوش علاقة بقد انت تعبان في الدنيا او حزين. ودي كانت المرة الاولى بتاعت يونان 1. اذا الرغبة في الموت ليها على الاقل 5 دوافع، بس دافع واحد منهم اللي يخلينا نسميها شهوة السماء. اول دافع للرغبة الموت هو شدة الالم. ساعات واحد يكون موجوع جدا، فطبيعي الانسان من كتر وجعه بيبقى نفسه خلاص يطلع من الدنيا، بس الوجع يقف. كلنا عدينا على اللحظة دي ممكن، لكن مش هي دي شهوة السماء. ساعات واحد من كتر الإحباطات ييأس، برضو دي مش شهوة السماء. ساعات من الحزن الرديء، لما واحد يحزن حزن رديء
ويبقى مكتئب قوي فعلا يترجى الموت. أيوب قال أنا بجري ورا الموت بيجري مني. أيوب من كتر حزنه قال يا ريتك ترضى عليا وتموتني. كان يقول لربنا كده من شدة الحزن. ساعات الرغبة في الموت تبقى نوع من اللامبالاة. عارفين برضو واحد كده ايه ما عادتش في حاجة فرقة معاه، برضو قريبة للكآبة شوي. كل ده ملوش علاقة باللي احنا بنتكلم فيه اللي هو اسمه ايه، شهوة السماء. لا لا، شهوة السماء دي بصوا على الشهداء، بصوا على القديسين، بصوا على الناس اللي بتحب ربنا قوي، هم دول اللي تشوفهم وهم رايحين السماء تقول فعلا يا بختهم، دول مستنين اللحظة دي من بدري. بصوا كنيستنا الواعية بقى تعمل ايه عشان تطلعنا من الاربع دوافع الوحشين دول. كل ليلة تعيد علينا مقولة في صلاة النوم وتعيدها تاني في نص الليل عشان تحرك فينا شهوة السماء. المقولة اللي قالها واحد عجز قوي وكان مستني الموت، فاكرينه؟ ها الآن يا سيد لإيه تطلق. ده واحد مش 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 تعبان، ما هوش مريض بالمعنى الحرفي، ولا هو مذلول، ده راجل وقور وشيخ عظيم إنما خلاص بقى زي العصفورة اللي إيه عاوزة تطير. تطلق عبدك بسلام، يبقى معاها سلام، مش معاها خوف ولا قلق ولا نكد ولا رعب، لا لا معاها سلام. فكنيستنا تأولنا القول ده كل ليلة عشان تقول ها وصلت ولا لسه، نقول لا لا لسه بدري، احنا بنقولها من وراء قلبنا. تطلق عبدك بسلام بس كده وكده، يعني ايه ما تاخدش على الكلام ده، لا خلينا شوي. دي الاشتياقات الروحية. امتى ربنا يستجيب؟ سمعنا في قصص القديسين والشهداء ان ساعات واحد شهيد او قديس يقول له رب كفاية عليا خدني بقى، يقول له طيب ليه ما بتنفعش معانا الشغلة دي؟ الله يستجيب لشهوة الانطلاق معنا زي سمعان الشيخ، لانه ايه واحد خلص رسالته. طب انت خلصت رسالتك؟ هل فعلا خلصت دورك في خلاص الاخرين؟ سمعان كان فوق 200 سنة وكان خلاص فعلا عمل كل اللي ربنا مستنيه منه، لكن انت لسه بدري. القديس بولس في سجنه الاخير ادرك انه هيمشي. ليه؟ بصوا قبل ما بيمشي بيقول ايه بقى، جاهدت الجهاد الحسن. تقدروا تقولوا دي؟ تقدروش، سوري، يعني تقدر تقول انا عملت كل الجهاد المطلوب مني؟ لا حبيبي، لسه داخلين على الصوم، جاهد يلا، لسه شويه على الموت. اكملت السعي، هل سعيت سعيا كاملا؟ لسه، يبقى لسه ربنا يديك العمر. حفظت الايمان، واخيرا وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط، لحسن حد يفتكره بيفتخر، بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. يبقى إمتى يستجيب الله لشهوة إنسان من قلبه يقول له رب نفسي أجي السماء؟ لما يكون جاهد وأكمل وحفظ وعمل كل اللي عليه وخلص رسالته اللي كان ربنا مخططها له. إذا كنا احنا بتوع تنمية بنقول خطة وتنفيذ، طب في خطة ربنا حاططها لك وانت عليك التنفيذ، نفذت منها قد ايه؟ طب يلا شد حيلك عشان لما تخلص المطلوب منك نستلم روحك، وساعتها تدخل وانت فرحان للسماء لانك اكملت السعي، حفظت الايمان. بصوا تعبير جميل قوي، قالوا واحد بس للأسف الواحد ده ما دخلش السماء، اللي هو بلعام ابن بعور. تصوروا، قال كلمة حكمة بنقولها كلنا، لكن لأنه قالها من بقه ما عاشهاش ما دخلش السماء. قال لتموت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم. كلنا نسمع أنه مات في حرب وهو نبي كذاب في الآخر. ليه؟ لأنه كل غرضه كان فلوس وهدايا، وهو صاحب المشورة البطالة بدخول اللزانيات وسط شعب إسرائيل عشان يفسد شعب إسرائيل. لكن في لحظة كويسة قال يا ريت أموت موتة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن يعني قال طلب حلو. فأنت ممكن تشتهي تقول كده، يا رب نفسي أموت موتة أولادك الحلوة دي، وأنا بغمض عيني تبقى العدرة جاي معايا والملائكة حواليا وتبقى أنت في استقبالي
لتموت نفسي موت الأبرار، بس دي محتاجة شهوة روحية، مش يا رب خدني، لا لا لا، دي محتاجة أكملت السعي، حافظت الإيمان، جاهدت الجهاد الحسن، ساعتها فعلا تكون آخرتك كآخرته. في أبرار اشتهوا الموت بس مش كلهم كانت شهوتهم بنفس الدرك. يعني إيه؟ أيوب اشتهى الموت في قمة ألمه، لكن ما كانتش شهوة حسب إرادة الله، عشان كده اداله عمر طويل وريح قلبه وفرحه بعيال ورجع له كل الراح منه، وبعد ما استوى خالص قال له طب خلاص كفاية، قال له تعالى بقى. لكن عاش بعد التجربة بتاعته عشرات السنين، لأن ما كانتش التجربة بتاعته هي نهاية عمره. خلي بالك، هو تهيأ له أن التجربة بتاعته آخر حاجة، لا، التجربة كانت بتصلحه، كانت بتظبطه، لكن ما كانتش النهاية لسه. فما تخافوش، مش كل واحد مجرب تجربة جديدة معناها الآخر، لا، مش شرط، مش شرط، لأنه ما كانتش الشهوة مستوية. لكن واحد تاني زي إيليا، برضو إيليا جال وقت قال له يا رب خدني، فاكرين إمتى؟ لما إيزابيل بعتت رسالة وقالت له إيه؟ هموتك زي ما موتت أنبياء البعل. فقام قال لربنا قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي، فإيه؟ خد نفسي. عارفين لو ربنا كان استجاب كان إيليا مات موت عادية وما كانش انتهى بالكرامة اللي احنا نسمعها عنه. ده عاش بعد القصة دي يجي 20 سنة، لكن بصوا بقى على نهاية الحياة، مركبة نارية جاية تاخد إيليا هو صح. أكيد كان بيقول له رب متشكر جدا إنك ما سمعت ليش وأنا قافش زعلان وكنت خدتني وأنا عمال أقول لك خدني، لأنه عادها كذا مرة زي يونان برضو. لكن ربنا قال له لا، مش هاخدك وأنت كده، ما اخدكش وأنت مش مستوي أبدا، ما اخدكش وأنت بتخدمني وأنت لسه جواك غضب ولا جواك يأس ولا لا لا لا، أنا أولادي يدخلوا عندي السماء منورين، ما يدخلوش مضلمين أبدا، فأنت لسه جواك ضلمة، مش عاوز اخدك دلوقتي، خلينا ظبطك الاول. ظبطه تمام وخلى إليشع تلميذه، وعاشوا سنين مع بعض وهو يزداد نقاوه. لكن بص بقى على اليوم اللي سايب فيه الدنيا، منتهى الحب والفرح وهو سايب الدنيا. واحد تاني اشتهى الموت، يونان ده خلصناه. واحد زي بولس وبطرس بقى، الاتنين اشتهوا النهايه بس كانوا مستويين. وعلى فكرة الاتنين دول بالذات كشفوا في رسائلهم انهم عارفين ساعتهم، بولس في تيموساوس الثانية وبطرس في بطرس الثانية، الاتنين قالوا احنا عارفين ان احنا مسيين. وفي منتهى السعادة بطرس يقول عالما ان خلع مسكني قريب او قد اقترب، وبولس يقول وقت انحلالي قد حضر. انتوا بتعرفوا؟ اه بنعرف، ما احنا متفقين معاه، ما احنا من بدري نقول له نيجي يقول لا استنوا، لسه ليكوا لزوم، لسه ليكوا شغل، لسه ما استويتوش، لسه بظبط فيكوا حاجات. لكن الاتنين لما استووا بقوا جاهزين واعلن لهم المسيح، لان دول من القريبين قوي عن ساعتهم. وغالبا يوحنا الحبيب كان نفس الكلام، مع انه طول شوية لكن على اخر الرؤية كان عارف معاتهم. هل ده معناه يا جماعة ان احنا كخدام نشتهي السماء نكره الدنيا؟ لا، ما احنا اتفقنا ان المسيح الحقيقي متعلق في النص كده بين السماء والارض، نفسه يروح السماء حبا في المسيح، ونفسه يقعد على الارض حبا في الناس، بس لانه له رسالة، مش عشان نفسه، عشان اللي حواليه. فهنا من هو الذي يهوى الحياة؟ هل دي خطية انك تهوى الحياة؟ لو تهوى الحياة أكل وشرب وملذات تبقى خطية طبعا، لكن لو تهوى الحياة بفكر بولس عالما أن لسه ليا لزوم، لا يا بختك. فقال إيه؟ من هو الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام؟ صن لسانك عن الشر. يبقى اليومين اللي قاعدهم في الدنيا أنت بترتب للسماء، فتبقى أنت عايش على الأرض دماغك في السماء، أخلاقك تبع السماء، بترتب ليوم السنة، شفتيك عن التكلم بالغش، حيد عن الشر، اطلع برا الغلط، اصنع الخير، اطلب السلامة لكل الناس، اسعى ورا السلامة، عين الرب نحو الصديقين، عشان لما تيجي تقول له في لحظة كفاية يا رب او خدني يقول لك طب تعال انت مستوي.
وزناه إلى صراخ وجه الرب ضد عامل الشر ليقطع من الأرض ذكره. يبقى نحن نهوى السماء حبا في المسيح ونهوى الأرض حبا في الخدمة. فتبقى أنت كمسيحي عايش نفسيتك دايما حلوة، مهما انضغط بتقول امتى جي السماء، ولو عشت على الأرض وماله رب اسندني بس أكمل رسالتي للآخر. بصوا تعبير تاني يبان كأنه عكسي شوية، في رؤية 12 يقول ايه؟ هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. الله، يعني مرة يقول من هو الذي يهوى الحياة ومرة يقول لم يحبوا حياتهم، هل الكلام عكس بعضه ولا باين؟ مش عكس بعضه ولا حاجة. مقصود تحب الحياة كرسالة نور للعالم، صح جدا، ولا تحب الحياة شوق في السماء، صح جدا. فهنا بيقول على الشهداء لم يحبوا حياتهم، يعني لما قالوا لهم تعيشوا في الخطية على الأرض ولا تيجوا السماء، لا لا طبعا نروح السماء. كل الشهداء لم يحبوا حياتهم الأرضية منفصلة عن الله، هنحب حياتنا على الأرض متحدين بالله، لكن نحب الأرض من غير ربنا لا، تغور مش عاوزينها. لم يحبوا حياتهم حتى الموت. أختم وأقول إيه؟ بصوا حبايب، لو في لحظة ضعف غزلك فكر الموت، لأنه بيجي لكل الناس المضغوطة، ما تضطربش. أول حاجة قول لنفسك إيه؟ يا رب لو أنا مستعد خدني السماء، لو أنت لقيني مش مستعد ظبطني، لكن ما تاخدنيش دلوقتي، لا تقبضني في نصف أيامي. هنا مش مقصود بيها ما تاخدنيش ناقص عمر، ما حدش بيموت ناقص عمر، مقصود بيها ما تاخدنيش ناقص سوى، لا خدني مستوي. فهنا لو كنت مستعد ما تضطربش. لو انت عندك مشاعر ان انا فعلا اظن ان انا عملت المطلوب مني، خليك فرحان، ولو ما انتش ما خلصتش يبقى ما تضطربش، لسه قاعد شوي. لو كنت كملت رسالتك ما تضطربش. لو انت مصالح ضميرك والناس، مش ممكن تكون لسه بينك وبين الناس حاجة وتمشي من الدنيا، لا لا، انت كل الناس بتحبك وانت بتحبهم كلهم، ولا بينك وبين حد حاجة؟ ما تخليش ليك ديول، حاسب، لانك لو مت وانت مش مصطلح هتبقى مصيبة. فاكرين الكلمة اللي قالها المسيح؟ كن مراضيا لخصمك ما دمت معه في الطريق. لحسن لو خلصت السكة وما تصالحتش مع خصمك، خصمك يسلمك للشرطي والشرطي للقاضي ومش هتطلع. فيبقى طبيعي كل ما تحس انا ممكن امشي في اي لحظة، اطمن انك مظبط حساباتك مع الكل، مريح كل الناس، معتذر لكل الناس، مفرح كل الناس، تحت رجلين الكل، عشان يوم ما تمشي محدش يبقى له عندك حاجة. ساعتها لو في الحالة دي يمكن ربنا يسمع صلاتك وياخدك على السم. افتكر انه الضيقة هنا ارحم جدا من ضيق الابدية. يعني ايه؟ ساعات واحد يتضايق قوي، يتضغط قوي، فيستقرب فكرة الموت. لا يا حبيبي، لا، هو انت لو مت وانت مش في حالة نقاوة او توبة، ده ضيق الجحيم بعيد عنك اصعب مليون مرة من اي قلب مكسور على الارض، اي خنقة على الارض، اي ضيقة شديدة جوه القلب، ما تجيز كلها زي لحظة من لحظات الجحيم. فتقول له يا رب وماله وماله، اسمح لي باي ضيق، بس ايه؟ بس بلاش ضيق الجحيم ده. الضيقة كمان فرصة تدوق طعم السماء وانت على الارض. يعني ايه؟ التلات فتية جوه النار ده والسماء، دانيال جوه جب الاسود ده السماء، بولس جوه السجن شاف المسيح بعينيه. فانت ليه متضايق؟ ده الضيقة فرصة تقرب من ربنا اكتر وتشوفه اوضح من اي وقت. الضيقة ممكن تضيق على نفسيتك وعلى جسدك، بس غالبا بتشفي روحك. تاني، ممكن تضايق نفسيا وغالبا بتضايق جسديا، بس انت بتستفيد روحيا. تاني، انت بتضايق نفسيا وغالبا
بتتضايق جسديا، لكن في الحالتين دول انت عمال تستفيد روحيا، وهو ده المهم اللي يفرق معانا كلنا. على الاقل الضيقه بتشيل منك الورم الخبيث اللي ما بيرحمش حد، اللي اسمه ايه؟ الكبرياء والانانيه. فبدل ما في الضيقه الشديده تفضل تقول يا رب خدني، قول يا رب اشفيني من كبريائي، يا رب صلحني من انانيتي، طلع مني طبعي الصعب ده عشان لما اجي لك انفع ادخل عندك. لالهنا كل مجد وكرامه الابد امين.